طيب دلوقتي بعد ما شفنا مع بعض الأسباب المختلفة اللي خلينا نخش في كارير في مجال الاي تي، شفنا الكاريرز المختلفة وأنواعهم وتخصصات كتيرة جدا ايه اللي موجودة، عايزين نشوف بقى أول خطوة ليك لو انت عايز تبتدي ايه فعلا اللي انت ممكن تعمله، ازاي احضر نفسي لان انا ابتدي في مجال الاي تي، ايه التدريب او التعليم اللي انا محتاج اكون اعرفه عشان خاطر انجح في هذا المجال. اول حاجة لو فكرنا هو الدرجة الدراسية او العلمية اللي حضرتك ممكن تحصل عليها، اللي احنا ممكن نسميها الباتشلر ديجري او البكالوريوس عندنا، وطبعا في 3 تخصصات اساسية ممكن تكون حضرتك حاصل عليها عشان يعني تساعدك في الدخول في مجال الاي تي، وهم الكمبيوتر ساينس او علوم كلية علوم قسم كمبيوتر، كمبيوتر انجينيرينج، وده طبعا كلية هندسة قسم كمبيوتر، وبرضه بنضم ليها على فكرة كلية هندسة قسم كوميونيكيشن أو اتصالات، وأخيرا كمبيوتر انفورميشن سيستمز أو أنظمة معلومات، يمكن بنسميها نظم معلومات ساعات، مانجمنت انفورميشن سيستم أو إدارة نظم معلومات، بتختلف في الحقيقة حسب الكلية أو المعهد. طيب هل أنا محتاج أكون خريج أحد الكليات ديت أو حاصل على الدرجة العلمية اللي هي البكالوريوس في أحد التخصصات دي عشان أبتدي في مجال الـ IT؟ في الحقيقة لأ، التخصصات دي كلها ظريفة جدا وحاجة كويسة انك تقدر تحصل عليها، لكن في الحقيقة هي من الناحية العلمية على الأقل ما بتأهلكش للدخول في مجالات الاي تي بدرجة كبيرة، يمكن علاقتها بكل التخصصات اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عليها قليلة جدا، يمكن التخصص الوحيد الموجود شوية فيها هو موضوع البرمجة او تطوير البرامج والتطبيقات، لكن للأسف بقية التخصصات نادرا جدا ما بتدرس في الكليات ديت أي تخصص فيهم في الحقيقة. طيب يعني هل هي مش حاجة مطلوبة بالنسبة للوظائف مثلا؟ طبعا لازم تبقى فاهم حاجة كويسة جدا، لما حد بيعلن عن وظيفة وفي دماغه بيبقى في شخص معين هو الأنسب والأفضل للوظيفة دي، عشان كده بيحط مناسبات حاجة مواصفات معينة وبيعلن عنها، فيقولك مثلا هو الوظيفة دي تتطلب خريج يكون خريج هندسة اتصالات أو خريج علوم كمبيوتر، وبعدين طبعا بيحط بقية الحاجات اللي هو عايزها زي ان هو يكون حاصل على شهادة معينة، زي ان هو يكون عنده خبرة معينة، ده شيء جميل جدا، لكن في الحقيقة دي اسمها المواصفات البرفكت أو يعني الأفضل حاجة ممكنة بالنسبة للوظيفة دي، ده مش معناها أبدا ان ده شرط أساسي للحصول على الوظيفة دي. لازم تفكر من ناحية تانية، الوظيفة دي ايه اللي مطلوب فيها؟ يعني ايه اللي مطلوب اللي انا هعمله؟ في حاجة اسمها في الجوب ديسكريبشن او الوصف بتاع الوظيفة المهام اللي هتبقى مطلوبة من حضرتك لو انت بتقدم على الوظيفة دي، بيبقى لو الوظيفة معلن عنها بالتفصيل بتلاقيها مكتوب كده 1 2 3 4 5 مجموعة من الحاجات اللي مطلوب منك انك تقدر تعملها عشان ده دورك في العمل دوت. هل انت شايف انك تقدر تعمل الكلام دوت؟ اذا انا اقدر اقدم على الوظيفة. هتقولي طيب انا مش حاصل على اي درجة علمية من الكلام ده كله، انا مثلا معايا بكالوريوس حقوق، يعني حاجة ملهاش اي علاقة تماما بالهندسة او العلوم او اي حاجة لها علاقة بالاي تي، لكن في الحقيقة زي ما قلت ده مش شرط، يعني الكلام ده كله كان فيه في الحقيقة دراسة اتعملت في دول الخليج من فترة وكنت قريتها ان تقريبا 60 ل 70% من الناس اللي عاملين في مجال الاي تي في الخليج الخلفية العلمية بتاعتهم ما هياش لها اي علاقة بالمجال، يعني ممكن يكونوا خريجين كلية زراعة حقوق تجارة لكن مش خريجين في الحقيقة هندسة او حتى علوم. اذا ما تحطش ده كعائق قدامك لو انت مش خريج احد الكليات المتخصصه بالكمبيوتر او الهندسه او العلوم، لكن في الحقيقه زي ما قلت الموضوع اكبر من كده بكتير، وهنشوف دلوقتي ان في الحقيقه دي يعني حتى في الخارج مش في الدول العربيه او مصر مثلا بس الكلام دوت هو الطبيعي، مش لازم تكون خريج احد هذه الكليات. سواء انت خريج كلية من ديت او خريج كلية تانية خالص زي ما قلنا الموضوع ده ما هوش النقطة الأساسية، امال ايه النقطة الأساسية؟ انت تقدر تعمل ايه؟ طيب ايه اللي يخليني انا لو احط نفسك انت مكان واحد بيعين حد عنده، ايه اللي يخليني اعرف ان تقدر تعمل حاجة زي كده ولا لا؟ طبعا هكتب في زي ما قلنا في الاعلان الوظيفة ان مطلوب ان واحد يقدر مثلا يدير الشبكة بتاعتي، وأقدر أقول هكتب الحاجات مثلا مكونات الشبكة بتاعتي فيها إيه، وبالتالي أنا عايزه يقدر يدير المكونات دي كلها سواء هاردوير مثلا أو سوفتوير معين في الشبكة.
جميل جدا. ايه اللي ضمني بقى ان ناس كتيره جت وقدمت هذه للوظائف ديت، للوظيفه اللي انا معلن عنها؟ ناس كتيره قدمت وكلهم بيقولوا في السي في او في الريزومي بتاعتهم اللي هي السيره الذاتيه ان هم يقدروا يعملوا الكلام دوت. طيب انا من البدايه خالص مثلا اتقدم لي 50 واحد لهذه الوظيفه، ازاي اقول احدد مين فيهم اللي هجيبه مثلا عشان اعمل معاه انترفيو؟ ازاي احدد مين فيهم اللي يقدر فعلا يؤدي هذا الكلام؟ يعني انا ما اختبرتش لسه اي حد. هتقولي طبعا اوكي نجيبهم ونختبرهم المجموعه كلها ونشوف فعلا مين فيهم الافضل، ده مش دايما بيكون متاح. طب ايه الحل للمشكله دي؟ لان دي مشكله كبيره جدا على فكره. لما تفكر بقى مثلا في الشركات الكبيره المالتي ناشونال بتعلن عن وظيفه وممكن يتقدم للوظيفه الواحده 1000 واحد، طيب هفاضل ما بينهم، هفاضل ما بينهم ازاي؟ ازاي هعمل فلترنج او فلتر الناس كلها اللي مقدمه للوظائف ديت واشوف في الحقيقه مين فيهم اللي ممكن يكون ملائم انه حتى يخش الانترفيو او اجيبه عشان خاطر اعمل معاه انترفيو واختبره. عشان كده شركات الاي تي عملت لنا حاجه جميله جدا وهي السيرتيفيكت بروجرامز او البرامج الخاصه بالشهادات. شركات الاي تي كلها في الحقيقه يعني يمكن مفيش اي شركه في مجال الاي تي او الكمبيوتر او التكنولوجي الا وعملت برنامج خاص بالشهادات بتاعتها. يعني ايه؟ يعني الشركه دي بتقول انا هعمل شهاده معينه ملهاش اي علاقه بكليه او معهد او دبلومه او اي حاجه اخرى، الشهاده دي خاصه بالشركه ديت، والشهاده دي اللي هيقدر يحصل عليها انا بقول كشركه اي تي ان هو يقدر يتعامل مع المنتجات بتاعتي او يقدر يديرها او يقدر يصلحها او يقدر يعمل يشغلها حسب طبعا الشركه زي ما هنشوف وهنشوف امثله كتير ان شاء الله وحسب هي الشهاده عباره عن ايه. إذن لو أنا مثلا حاصل، هنقول حاجة بسيطة جدا جدا، شركة زي مايكروسوفت ودي شركة مشهورة جدا طبعا أنت عارفها لأن شركة مايكروسوفت دي اللي بتعمل ويندوز، ولو افترضنا ان في شهاده وهي فعلا في الحقيقه الشهاده دي موجوده بتقول من مايكروسوفت انك انت بتقدر تشتغل على المايكروسوفت اكسل، يعني مش هقول لك حاجه لها علاقه بالشبكات تماما، الاكسل زي ما احنا عارفين برنامج مشهور جدا سبريد شيت او للجداول والحسابات وموجود منه نسخ في كل نسخه من برنامج اوفيس اللي بتنزله مايكروسوفت. ففي شهاده فعلا في الحقيقه باسمها مايكروسوفت اوفيس سبيشالست، ودي معناها انك متخصص في الاوفيس وممكن تحصل على الشهاده دي بالذات ببرنامج ايه اكسل. طيب لو انا الوظيفه مثلا بتاعتي محاسبه اللي بيعلن عنها مش زي ما قلت مش في مجال الاي تي خالص وعايز اتاكد ان حد فعلا هيقدر يشتغل على برنامج اكسل، وببساطه شديده هطلب كشرط في الوظيفه او في الاعلان بتاع الوظيفه ان هو يكون حاصل على الشهاده دي من مايكروسوفت، لان الشهاده دي بتوفر لي جزء كبير جدا. مايكروسوفت نيابه عن اي حد بتقول ان الشخص دوت قادر ان هو يتعامل مع الاكسل. طب مايكروسوفت عرفت ازاي؟ في الحقيقه اي بروجرام من البروجرامز بتاعت الشهادات ديت سواء من مايكروسوفت او من اي شركه اخرى بيتكون من جزئين. الجزء الاول عباره عن كورس دراسي بتدرس حضرتك فيه المعلومات اللي المفروض انك هتجتاز بعد كده الامتحان الخاص بيها، وده الجزء الثاني. في كورس اولا وده بتدرس فيه وبعدين في امتحان وبتنتهي فيه زي اي حاجه دراسيه حضرتك درستها قبل كده في الكليه مثلا. انت ما بتاخدش الشهاده بتاعت الكليه بتاعتك الا لما بتجتاز الامتحانات في اخر السنه زي ما احنا عارفين كلنا. فكره مشابهه جدا ان انا ممكن اخد كورس معين، نرجع تاني المثال بتاعنا، هاخد كورس في مايكروسوفت اكسل وبعدين هروح امتحن امتحان مايكروسوفت هي اللي عاملاه بطريقه محدده، ولو نجحت في الامتحان ده وقدرت اجتازه هاخد شهاده من مايكروسوفت بتقول ان انا فعلا اقدر اشتغل في برنامج اكسل. يبقى انا لما بقدم نفسي في الوظيفه بتاعه المحاسبه اللي بنتكلم عنها ديت هبقى او بكلمتين او يمكن يعني مجموعه من الحروف زي ما هنشوف مثلا ام او اس مايكروسوفت اوفيس سبيشالست مثلا، والكلمه ديت ببساطه شديده لما حد يشوفها هيعرف ان انا حاصل على الشهاده ديت وان انا فعلا اختبرت من قبل مايكروسوفت ومايكروسوفت بتضمن ان انا اقدر اعمل الكلام ده. طيب نرجع بقى للموضوع بتاعنا والاي تي. طيب الشهادات الموجوده في الاي تي والكورسات اللي موجوده والامتحانات والكلام ده كله، زي ما قلت كل شركة في الاي تي في الحقيقة بتقدم بروجرامز الخاصة بالشهادات بتاعتها، يمكن اشهرهم هنتكلم عنهم الثلاثة الكبار بشركة مايكروسوفت، شركة سيسكو، وشركة ثالثة اسمها كومتيا. هنتكلم على الثلاثة دول ان شاء الله بالتفصيل، الشهادات بتاعتهم والكورسات والامتحانات بتاعتهم. بس خلينا اول نفكر في الجزئين اللي بنقول عليهم دول، في كورس وفي اختبار. الكورس ده ممكن يكون زي ما شايفين يعني ياخد منك عدد ساعات معين، اسابيع شهور حسب طبعا احنا بنتكلم على شهادة خاصة بايه. ممكن في الحياة تكون في شهادات محددة زي ما نشوفها بتتطلب اكتر من كورس، بتتطلب عدد كبير من الساعات الخاصة بالدراسة حسب كل شهادة. الكورس ده ممكن اخده ازاي او احصل عليه ازاي؟ في طرق كتيرة جدا جدا. ممكن الكورس ده يبقى مجرد كتاب،
يعني في كتاب بينزل وبيشرح حاجة محددة، وحضرتك بتقرأ الكتاب دوت، بتشتري كتابه وبتقراه، وكده يبقى انت فهمت الكلام اللي موجود فيه. في طبعا الكورسز اللي هي بتبقى في مكان، يعني بتروح مركز معين بيدرس الكورس دوت، في انستراكتور او محاضر بيشرح لك الكورس دوت بالتفصيل، وبتقدر تانتراكت معاه، او يعني بتقدر تفهم منه وبتسأله وبيجاوب على اسئلتك. دي طريقة طبعا مشهورة جدا انك تدرس اي حاجة. في برضو انك تقدر تدرس سيلف ستادي او مع نفسك، بس عن طريق كورسز فيديوز او كورسز موجودة اونلاين كتير جدا جدا على الانترنت دلوقتي. الكورسات دي بتبقى متاحة غالبا مجانا، على الأقل بالنسبة للعالم العربي. عندنا ما شاء الله في مجموعة ضخمة جدا جدا من الفيديوهات اللي مسجلها مجموعة من الانستراكتورز العظام في الحقيقة، واللي هم بيقوموا بمجهود رهيب عشان خاطر يسجلوا الكورسز ديت، وبتبقى متاحة لحضرتك على القنوات بتاعتهم أو المواقع بتاعتهم، أو غالبا على الموقع بتاع اليوتيوب. وبالتالي انت تقدر تتفرج على الفيديوز ديت في الوقت المناسب ليك، تقدر تعملهم داونلود وتتفرج عليهم في اي وقت وتبدأ تدرسهم بالتفصيل. اذا في الحقيقة الكورس مش لازم يكون بالمعنى المعتاد بتاعنا، ان هو ان انا بروح مكان محدد، لا، ممكن يكون بتدرس بكتاب زي ما قلنا، بتدرس تتفرج على مجموعة فيديوز سواء بالانجليش او بالعربي، برضو في فيديوهات كتيرة جدا بالانجليش متاحة عشان خاطر احصل على المادة العلمية. طبعا مفروض كجزء من الكورس، لان احنا بنتكلم في مجال الاي تي، هيبقى في جزء كبير من الموضوع في تطبيق عملي. فالتطبيق العملي دوت بيبقى حاجة أساسية عشان خاطر إن الشغل بتاعك كله هتقدر تنافس فيه أو تعمل فيه حاجة محددة. إذا إزاي أقدر أثبت الكلام دوت وأقدر أعمله فعليا، لازم أتدرب عليه. فسواء قريت كتاب أو اتفرجت على فيديو، ده مش هيبقى لوحده كفاية، لازم هيبقى فيه جزء عملي حضرتك تطبقه بنفسك. طبعا إمكانية إنك تعمل دوت أو إن حاجة تبقى متاحة هتختلف في الحقيقة حسب الكورس. في ساعات بيبقى الكلام دوت متاح برضو ليك وإنت قاعد في البيت إنك تطبق الكلام ده كله، ساعات بيبقى أصعب شوية انك تعمل حاجه زي كده، لان الهاردوير او السوفتوير ما بيبقاش متاح ليك ببساطه، وبالتالي هبقى ممكن محتاج مركز تدريب او محتاج مكان معين اقدر اتدرب فيه عملي. طيب ده كده الكورس. الجزء التاني عندنا اللي هو الخاص بالامتحان او الاختبار، ازاي الموضوع دوت بيتم. في الحقيقه في العالم كله في تقريبا شركتين فقط متخصصين في موضوع الامتحانات ماسكين الموضوع دوت، شركه اسمها بيرسون فيو وشركه اسمها بروميتريك. مش هتفرق معانا في الحقيقة أسماء الشركات ديت أو هم يعني أي شركة منهم حضرتك هتمتحن فيها، الاتنين بيشتغلوا بنفس النظام، في مراكز امتحانات معتمدة من الشركتين دول، ودي منتشرة في كل مكان في الحقيقة، يعني في مصر في محافظات كتيرة جدا وفي مدن كتيرة في مصر موجودة. في طبعا كل الدول العربية تقريبا هتلاقي في مركز معتمد من الشركتين دول، والمركز دوت بيقدم خدمة الامتحان. حضرتك خلصت الكورس بتاعك اللي هو البارت 1 عندنا من البروجرام، حاسس ان انت واثق انك تقدر تخش الامتحان دوت وتنجح فيه، قدرت تفهم الجزء اللي درسته بالكامل وتطبقه كويس، خلاص انت كده جاهز للامتحان. بتروح لمركز الامتحانات وبتقدم، بتقول لهم ان انا عايز امتحن الامتحان محدد، وطبعا الامتحان ده بيبقى له زي ما هنشوف بيبقى فيه اسم ورقم بتقدمه لمركز الامتحانات، وبتقول له انا عايز امتحن الامتحان دوت، بيقول لك الامتحان دوت بيتكلف اكس معين من الفلوس، بيبقى طبعا المبلغ غالبا بالدولار، بيبقى فيه حاجة محددة من الشركة نفسها في الحقيقة الخاصة، يعني مايكروسوفت مثلا أو سيسكو هي اللي بتحدد مبلغ الامتحان قد ايه، انت بس بتدفع المبلغ دوت في مركز الامتحانات وبتقدر تخش الامتحان على طول. الامتحان بيبقى غالبا في معظم الوقت بتقعد قدام كمبيوتر عادي جدا، وبيفتح قدامك بروجرام اللي هو البرنامج الخاص بالامتحان، بيبقى في الامتحان تختلف طبعا حسب المادة العلمية، بس معظم الامتحانات الحقيقة عبارة عن أسئلة multiple choice أو متعددة الاختيار، زي يجيلك سؤال ويقول لك اختار الإجابة الصح من 4 5 أو 6 إجابات موجودة. في طبعا أنواع أسئلة تانية كتير، الحقيقة هنبقى يعني نعمل فيديو مخصوص على موضوع الامتحانات ومن البداية خالص ازاي تقدم للامتحان ولغاية إن شاء الله ما تجتاز الامتحان. لكن دلوقتي بالنسبة لنا الامتحان ده طبعا بيبقى تحت رقابة، تحت شروط محددة، زي مثلا انت ما يكونش معاك في الحقيقة اي ادوات بتخش فيها. يمكن هو في مركز الامتحانات غالبا بيديك ورقة مخصوصة كده وقلم عشان خاطر تقدر تتعامل بيهم جوه لو محتاجت الورقة والقلم دول، لكن غير كده ما بيبقاش فيه اي حاجة مسموح انك تخش بيها مركز الامتحانات، بتبقى تحت الرقابة بتاعت ال شخص موجود في مركز الامتحان دوت، يمكن رقابة بكاميرا أو رقابة شخصية إن هو شايفك وقاعد بيراقبك في الامتحان. بتجتاز الامتحان إن شاء الله، بعد ما بتخلص الامتحان على طول بيطلع لك النتيجة
بيسلمك مركز الامتحانات ورقة بتقول لحضرتك الدرجة اللي انت جبتها في الامتحان دوت، وإذا كنت نجحت ولا لأ. لو نجحت والامتحان ده بيأهلك للحصول على شهادة، بيبقى مكتوب في نفس الورقة ديت ازاي بقى تبدأ في الإجراءات بتاعت انك تحصل على الشهادة ديت من الشركة الخاصة. كده شركة الامتحانات أدت دورها، لكن يجي بعد كده الدور على الشهادة نفسها بقى انك تحصل عليها بتكونتاكت أو بتتعامل مع الشركة زي مايكروسوفت أو سيسكو. الشهادة بالنسبة لنا اللي بنحصل عليها في الآخر بتبقى مهمة جدا، بتقول لحضرتك ان انت سيرتيفايد، ان انت معتمد زي ما قلنا من الشركة اللي بتعمل لنا الموضوع دوت، وبيبقى لها قيمة كبيرة جدا ان انت تحطها في الريزمي او في السي في بتاعتك بالنسبة للشخص اللي هيعينك، بالنسبة للشخص بتاع الاتش ار يمكن، او اللي هو شؤون الموظفين اللي هو بيتعامل مع السي فيز او الريزميز اللي بتيجي واللي بتتبعت على الايميل، وبيقدر يعمل فلترينج منها عن طريق يقول اوكي انا عايز الناس اللي حاصلين على الشهادة كذا كذا كذا، فبيبص في الريزميز ويقدر يطلع الناس اللي هم زي ما بنقول سيرتفايد او معتمدين من هذه الشركات. يبقى الشهادة بتاعت الاي تي بتاعتنا هي عبارة عن بروسيس او عملية لتقييم الناس بدرجة مختلفة، المهارة بتاعتك، المعرفة بتاعتك. الشركة اللي عاملة الشهادة دي بتقول انا قيمت الشخص دوت وبقول ان هو يقدر يعمل عدد معين من العمليات او الشغل الخاص بالمنتج بتاعي. تمام، طبعا هنشوف ان شاء الله ان حتى في هذا الموضوع في درجات مختلفة، يعني ممكن تشبهها بالدرجات العلمية برضو اللي موجودة في الكليات زي البكالوريوس، واحنا عارفين بعد البكالوريوس في درجة علمية اعلى شوية اللي هي الماجستير، وبعد كده في درجة اعلى او يمكن تكون اعلى درجة موجودة اللي هي الدكتوراه. فاحنا برضو عندنا زي ما هنشوف ان شاء الله لما نتكلم على الشهادات بالتفصيل ان كل شركة عاملة درجات مختلفة في الموضوع. فاذا لو اتكلمنا عن موضوع معين مثلا زي ادارة الشبكات الخاصة بمايكروسوفت، هتلاقي ان في مستوى اول ومستوى تاني يمكن ومستوى تالت للشخص اللي بيدير الشبكة دي، بتقيمه مايكروسوفت طبعا بناء على المدى المعرفة بتاعته ومدى الخبرة بتاعته في عدد السنوات مثلا اللي هو حاصل عليها الخبرة دي. زي ما قلنا شركات الاي تي نفسها هي اللي بتعمل الشهادات عندنا، والمميزات بتاعت الشهادات ديت بتبقى مفيدة زي ما قلنا للطرفين. هنا بعض المميزات ان هي بتديك competitive advantage او يعني ميزة تنافسية في اي job search حضرتك لما بتقدم في الوظيفة. زي ما قلت لو في مثلا انا بالنسبة لي 10 مقدمين على وظيفة معينة وخمسة منهم certified او واخدين الشهادة ديت ومعتمدين وخمسة لا، انا يمكن هميل اكتر للخمسة دول ان هو دول اللي اجيبهم واعمل معاهم interview. higher wage earning potential، هنشوف ان في ارقام محددة موجودة عندنا للسالاريز، برضو الارقام دي هتبقى من امريكا، لكن كل ما تبقى معاك certificate محددة او شهادة محددة كل ما بتزيد نسبة انك تحصل على مرتب اعلى. become more productive on the job، او سبب الميزة الثالثة عندنا في الحقيقة ان انت انتاجيتك بيقول بتزيد في الوظيفة. انت فكر فيها، لو انت بتدرس حاجة محددة والحاجة دي اللي عامل المنهج واللي عامل الامتحان بتاعها الشركة اللي انتجت المنتج دوت نفسه مثلا زي مايكروسوفت، اذا هي دي اكتر شركة واكتر ناس يقدروا يعرفوا الحاجة دي بتشتغل ازاي، فهم هيبقوا افضل ناس يشرحوا لك الموضوع دوت او يحطوا منهج ليها، وهيبقوا اكتر ناس يقدروا يعرفوا ازاي يختبروك فيها بحيث فعلا يضمنوا ان انت بتعرف تعمل. اذا انت فعلا لو درست المنهج بتاعهم زي ما هم عملوه هتبقى الشغل بتاعك افضل بكتير. many employers mandate certificates، بمعنى ان احنا في موظفين كتير او شركات كتيرة بتبقى شرط في الحقيقة عشان تحصل على وظيفة او شرط حتى عشان تاخد سالري معين انك تبقى حاصل على أزي. يمكن انت سمعت عن الكلام دوت في مصر، عندنا هنا حاجة اسمها الدرجة الوظيفية في الحكومة، ان مثلا لو حد متعين ومعاه درجة الدرجة العلمية بكالوريوس غير اللي معاه ماجستير غير اللي معاه دكتوراه، وفي شروط محددة لهذا الموضوع وبتفرق السالري او المرتب بتاعك والدرجة الوظيفية بتاعتك. provide benchmark to assess skills، زي ما قلنا بيبقى فيه بدرجة بسيطة جدا سهل تعرف إذا كان الشخص دوت أفضل من شخص تاني بدرجة مقارنة يعني مبسطة بأن هو بالشهادات اللي حاصل عليها، وزي ما قلنا في درجات علمية جوه الشهادات بتاعتنا نفسها مختلفة. وأخيرا helps match applicant skills set with employer job requirements، يعني احنا لو زي ما قلنا الشخص بتاع ال HR بيعمل filtering كده للشهادات الشهادات المطلوبة في هذه الوظيفة والشخص اللي حاصل على هذه الشهادات.
دي بعض الأسماء المختلفة للشهادات اللي ممكن تحصل عليها. طبعا هتلاقي زي ما قلنا مجموعة حروف كده كتيرة ورا بعضيها، مثلا مايكروسوفت ام سي بي ام سي اي تي بي ام سي تي اس ام سي اس اي ام سي، طبعا حروف كتيرة جدا في الحقيقة. سيسكو نفس القصة، هتلاقي شركة سيسكو بتنزل مجموعة من شهادات سي سي ان اي سي سي ام بي سي سي اي اي. كومتيا هتلاقي بتميز الشهادات بتاعتها تقريبا كلها ان فيها كلمة او يعني الرمز سوري بلس او الزائد، عندنا تلاقي اي بلس نتورك بلس سكيورتي بلس سيرفر بلس لينكس بلس. طيب ايه معناها الشهادات دي؟ يمكن الشهادات بتاعت كومتيا بعضهم بيبقى واضح شوية، زي مثلا يقول لك شهادة اسمها نتورك بلس، يبقى انت تفترض ان الشهادة دي معناها ايه، نتورك يعني شبكة، ويبقى انت لو حصل على الشهادة دي مثلا ممكن تكون بتفهم في الشبكات، وده فعلا حقيقي. سيكيورتي بلس شهادة تانية واضح من اسمها سيكيورتي اللي هو الامن، يبقى انت متخصص في الامن. اوكي، ففي وضوح شوية يمكن في الاسماء بتاعتهم ولو مش بنسبة كبيرة برضو. لكن الشهادات بقى بتاعت مايكروسوفت وسيسكو هتلاقي ان مجموعة حروف ومش واضحة بالنسبة لك خالص الحروف ديت بتعني ايه. هنشوفهم ان شاء الله بالتفصيل، هنتكلم عن شهادات مايكروسوفت وهنتكلم عن الشهادات بتاعت سيسكو ونشوفهم واحدة واحدة بالتفصيل كده بالراحة بيعني ايه كل واحدة من الحروف ديت. ادي زي ما قلت لكم بعض الارقام الخاصه بالمرتبات ومرتبطه بالشهادات اللي حضرتك بتحصل عليها. تاني المرتبات ديت في امريكا، وفي الحقيقه السالاريز ديت جايه من سنه 2011، يعني يعتبر ارقام قديمه شويه، اكيد تبقى اعلى من كده دلوقتي، بس زي ما شايفين مكتوب لك كل شهاده. وبعدين المتوسط السنوي، المرتب السنوي اللي حضرتك بتحصل عليه لو انت في اليو اس.